لو سمحت ممكن اتواصل مع الدكتور؟ طبعا. علي صوتك طبعا. انا دكتور تعبانه من فتره طويله، وكل ما كنت اروح لدكتور ولا حاجه يعني يقول انت عندك عامل نفسي، عندك عامل نفسي. فانا يعني مش من انا ما احبش الحبس، واحب اقعد مع الناس وما احبش الحبس واحب اخرج، بس دلوقتي انا في اله يقول لي ما تطلعيش، ولو طلعتي هتوقفي وهتحصل لك حاجه بالدليل. في ايام ايه يا ريهام حضرتك سامع؟ في ايام ايه؟ نعم. في ايام نعم. ايه؟ في ايام بيحصل لك ايه؟ انا احب انا كنت اطلع واخرج. ودلوقتي؟ دلوقتي كنت ابقى ماشيه كده في الطريق احس ما احس بدوخه، وعيني تزغلل وضربات قلب سريع. فانا رحت للدكاتره كتير قالوا لي انت عندك عامل نفسي ما عندكش حاجه. فانا دلوقتي يعني ما اخاف من الطلوع، احب اقعد مع الناس وما احبش الحبس، بس بنفس الوقت اخاف من خايفه تخرجي. طب انت عندك مشاكل يعني في حياتك حواليكي؟ مشاكل عادية. دكتور محتاج تسألها أسئلة؟ هقول لك حاجة، بس يعني من واضح حضرتك أستاذة ريهام إن أنت في حاجة تقيلة عليكي، في تقل على قلبك، حلو؟ فده محتاج يتعالج صح، يعني أنت مثلا قلبك محتاج عملية، هنعمل عملية عشان نعالج قلبك، فأنت محتاجة تروحي لحد فعلا يسمعك عشان أنت تستاهل تسمعي، وجعك ده مهم، يستاهل يتسمع ويتعالج صح، واشتغل نفسك في الحتة دي. فعلا بالعلاج النفسي سواء دوائي او نفسي كلامي زي الاكت اللي احنا بنتكلم فيه دوت، هيخلي حياتك حلوه وتتعاش، حياتك تتعاش. فانا مديني لفه كده في دماغي وعيني اتزغلل وجسمي كله ارتعش. ده منطقي جدا في الظروف بتاعت حضرتك، الاعراض الجسمانيه دي نتيجه المشاكل النفسيه دي. اخر دكتور ده رحت له اول امبارح قال لي انك انت ما رضيتي تشوفي دكتور باطنه، وقال لي انت يا ستي هحولك على دكتور اسمه احمد عبد الرحمن ميجي من اسيوط. فانا ما رحتلوش، قال لي انت اللي بتشرحي ده قال عدم توازن. فانا مش فاهمه ايه اللي عندي عدم توازن دي. طيب حضرتك انا انصح حضرتك تروحي لطبيب نفسي، يعني طبيب نفسي هو هيوجه حضرتك صح، سواء العلاج الدوائي او تروحي الاخصائي النفسي يساعدك بشكل معين. انت محتاجه ده، محتاجه ان انت تشتغلي نفسك في الحته دي، وموضوع ابسط واسهل ومش شرط يكون مكلف حتى، وهيساعدك وهيخلي العجله تمشي معاكي. لكن خوفك من انك تتعالجي وانك تلجئي للبطنه بس، ده مش بيساعدك قوي. يعني لو كان جاب نتيجه جاب نتيجه من الاول، ده دور الطب النفسي في اللحظه الحاليه دلوقتي. يعني اتوقع ان دي هتبقى احسن. يعني مدام ريهام حياتك محتاجه للطب النفسي عشان يساعدك. ما انا عندي مشاكل كثيره في جسمي، يعني عندي عده امراض، فانا مش عارفه يعني التشخيص صح طب نفسي ولا انا امراض في جسمي ولا ايه. طب حياتك روحي للطب النفسي الجائي له، وهو هيساعدك، هيقول لك اذا كانت المشكله عنده ولا لا. بالظبط، لو في حاجه عضويه هيحولك على الطبيب الحاجه العضويه بالذات دي، عشان اطباء ودارسين كل حاجه برضه، هنوجهك برضه يعني. مشكورك يا مدام ريهام. السؤال لو سمحت. اتفضلي. يعني هو الدكتور النفسي طب يعني عنده اشعه يكشف على البطن ويكشف على البطن الاعضاء ولا في كلام؟ الدكتور النفسي هو احنا دارسين بطنه برضه ودارسين جراحه وكل حاجه، فلو فعلا في حاجه مستاهله هنوجه حضرتك انها تتعالج بشكل فوري. يعني هو هيقول لك المشكله عنده ولا مش عنده؟ بالظبط. يعني انت ما تلجئيش للطب النفسي، انت تمام وسليمه نفسيا ومش محتاجه تلجئي ليه. محتاجه تسيبي نفسك كده لعلاج جوه اللي كنا بنتكلم عليها، وخلي الطبيب هو هيقودك في المرحله دي، ثقي في الطبيب وهو فعلا هيكون مؤدي الثقه ان شاء الله، ويساعدك تبقى احسن وحياتك تبقى احسن باذن ربنا. بشكرك يا مدام ريهام. شكرا.